بس واضح لك بصورة يعني جناب الكريم في موضوع ما يخص الوقف ومسائل المحلات والعمارات السكنية وأرض الاستثمار. فمعاه الأستاذ نشوان غسان هو مدير استثمار، فأنا اسمي إدارة العقارات والأموال كلها من أستاذ نشوان، وأنا على دارس مدارة المؤسسات اللي هي تخص الجوامع ومراكز التحفيظ أو الأمور تبع المؤسسات الدينية. أخو بعض العمارات تملك متقدمة، ما كل العمارات القديمة هي عائدة للوقف، العمارات القديمة بعضها عائدة للأهالي. أنا ما أقدر أمشي على المدارس الخاص، أما إذا كصلاحيتنا كدائرة عندنا كشوفات ورفع البلدان، يمكن تباقت واحدة عندنا أحد العمارات في الحريرة قال هذا بسقوط قرار الدينار، باقي إحنا ما احتمال مو مال الهيئة. تلبيتنا الدعوة الكريمة من قبل الأستاذ نجم الجبوري قائد الإعمار والتحرير، حضرنا اليوم إلى مبنى المحافظة وتباحثنا مع سيادته حول موضوع إعمار المساجد، كون اليوم مدينة الموصل تشهد حملة إعمار كبرى لم يشهد لها مثيل سابقا. اليوم حقيقة نأخذ بيد السيد المحافظ لإعمار كذلك عاد إعمار الجوامع والمساجد الأثرية والتاريخية داخل مدينة الموصل، وعدنا مشكورا بمتابعة هذا الأمر. كذلك تم التباحث مع سيادته حول موضوع العاملين في المساجد بما يسوي المخولين حسب لله عز وجل، بالضبط باتجاه حكومة لتحويلهم إلى عقود أو على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم من المحاضرين المجانين. حقيقة هؤلاء المحاضرين العاملين في المساجد بصفة مخولين يعتبرون صمام أمان للمدينة، وهناك ما يقارب أكثر من 3000 جامع داخل مدينة محافظة نينوى يعملون بهم دون أجر ودون مقابل لسنوات طويلة. نطالب اليوم حقيقة بتثبيت هؤلاء على الملاك الدائم وضم موازنة عام 2023، كذلك من أجل الحفاظ على المساجد وجعلها دور عبادة والحفاظ على الخطاب الوسط المعتدل بعيدا عن تطرف عن الغلو عن الإهراب الذي استغلته عصابات داعش إجرامية لسنوات طويلة تستغل المنابر والمساجد لتمرير أفكارهم الدنيئة لتدمير هذا البلد. اليوم حقيقة هؤلاء جزاهم الله خير يقومون على صمام أمان لحفاظ على هذا المساجد وحفاظ على الخطاب المعتدل من أجل الحفاظ والاكتسابات الأمنية التي شهدتها مدينة الموصل بعد عام 2017 وتحرير المدينة عيد قوات الأمن البطلة. نشكر سيادته على هذه الدعوة واستجابته الفورية لمطالبنا، وإن شاء الله هناك تواصل مع سيادتي حول هذا باقي المواضيع ما يخص إعمار المساجد وباقي الأمور داخل مدينة الموصل.